يتوافد طلبة إلى المدارس في مخيمات اللاجئين السوريين بإقليم كردستان مع بداية العام الدراسي الجديد، وسط جدل سائد عن مسار العملية التدريسية والمناهج فيها بين اللاجئين بعد قرار دمج هذه المدارس مع مدارس إقليم كردستان. في قبول وفي رفض، يعني ما بنقول الكل معارضين وما بنقول ما فينا نقول الكل موافقين على هالشيء، لانه السنوات الماضيه الاكثر شيء صعوبه رح يكون على الصف الرابع، لانه هن دارسين 3 سنوات بالعربي، رح نشوف في صعوبه بالبدايه، رح اكيد رح يكون في صعوبه بالنسبه للطالب وبالنسبه للاستاذ وبالنسبه للاهالي كمان، بس بشوف يعني انه شوي شوي هن كمان رح يتاقلموا مع الوضع. هلا بالنسبه للصف الاول والثاني بظن ما في مشكله، لانه مارق عليهم بس سنه. أزمة التعليم التي تفاقمت خلال الأعوام الماضية في هذه المدارس بعد انسحاب المنظمات الدولية من تقديم الخدمات الأساسية للطلاب ودفع رواتب المدرسين. بلش العام الدراسي الجديد، سلينا معرفاتنا، جينا معرفاتنا، إن شاء الله المدرسة ما يتسكر مثل السنة الماضية، ما درسنا كتير، والمنهاج إن شاء الله ما يتغير، وإن شاء الله أصير دكتور وأمنيتي وأساعد أهلي وناسي. المنهاج الجديد الذي يشمل طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول إلى الرابع أثار جدل بين اللاجئين السوريين في إقليم كردستان، إذ قوبل برفض من الغالبية وتأييد من بعضهم، الأمر الذي دفع بعض اللاجئين من مقاطعة العملية الدراسية ومنع أطفالهم من تكميل تعليمهم. أنا صف الرابع، درست 3 سنين باللغة العربية، ما بدي يخير المنهاج مشان أهلي ما يخلوني أروح المدرسة، إذا غيروا المنهاج أهلي ما يخلوني عشان أكبر أصير دكتور. التغيير الحاصل في هذه المناهج جاء نتيجة عزوف المنظمات الدولية عن تقديم المساعدات لتدخل حكومة الأقليم على الخط حتى لا يتوقف التعليم بشكل نهائي في هذه المخيمات. منهاج جديد يختلف كليا عن المناهج التي كانت تدرس في مخيمات اللاجئين السوريين في إقليم كردستان، إذ أثار هذا المنهاج جدلا واسعا بين الأهالي ولأسباب مختلفة. للتلفزيون سوريا رودي إبراهيم، مخيم قشطبة.